يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي. نلتقي اليوم في درس جديد من الدروس التعليمية لمنهاج الصف التاسع، ودرسنا اليوم إن شاء الله عن العلاقة بين جذري المعادلة التربيعية. العلاقة بين جذري المعادلة التربيعية. لتحقيق هذا الدرس لابد من تحقيق الأهداف التالية: إيجاد مجموع وحاصل ضرب الجذرين، كتابة المعادلة التربيعية إذا علم جذرها. وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نحقق الهدف الأول، إيجاد مجموع وحاصل ضرب الجذرين. وقبل أن نحقق هذا الهدف لابد من تمهيد لهذا الدرس. التمهيد: أذكر الصورة العامة للمعادلة التربيعية. الصورة العامة للمعادلة التربيعية عزيز الطالب كما نعلم إنها بتساوي ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم يساوي صفر، حيث ألف معامل سين تربيع وباء معامل سين وجيم الحد المطلق أو الحد الخالي من المتغيرات. إذا كان 4 سين تربيع زائد 6 سين بيساوي زائد 1 بيساوي صفر. أكمل حسب المعادلة. المطلوب عزيزي الطالب إيجاد ألف وباء وجيم، وكما نعلم أن ألف هي معامل سين تربيع، بالتالي ألف بتساوي 4 لأنه معامل سين تربيع يساوي 4، وباء هي معامل سين ومعامل سين هو 6، بالتالي باء بتساوي 6، وجيم هي الحد الخالي من المتغيرات، والحد الخالي من المتغيرات هو الرقم 1، إذن جيم بتساوي 1. السؤال الثاني: أوجد حل المعادلة التربيعية التالية: سين تربيع زائد 5 سين زائد 6 يساوي 0. لحل هذه المعادلة عزيز الطالب نعلم أنها تحل عن طريق التحليل وإيجاد عددين مجموعهما يساوي 5 وحاصل ضربهما يساوي 6، والعددان هما 2 و3. 2 زائد 3 يساوي 5، واثنان ضرب 3 يساوي 6. إذن عندنا العددان هما 2 و3. لحل هذه المعادلة أفتح قوسين وأكتب في القوس الأول سين والثاني سين، والعددان هما 2 و3. أضع هنا علامة زائد، زائد 2 زائد 3 يساوي 0. إذن عندنا القوس الأول سين زائد 2، والقوس الثاني سين زائد 3 يساوي 0. جذران معادلة من القوس، الجذر الأول من المعادلة الأول من القوس الأول بيساوي سالب 2. إذن عندنا هنا سين زائد 2 يساوي 0، قيمة سين بتساوي سالب 2، وسين زائد 3 يساوي 0، قيمة سين بيساوي سالب 3. إذن عندنا جذراء المعادلة هما 2 وسالب 3. المطلوب منك عزيز الطالب إيجاد مجموع الجذرين. إيجاد مجموع الجذرين
يساوي سالب 2 زائد سالب 3. سالب 2 وحاصل ضرب الجذرين، طبعا عندنا الجذرين هما سالب 2 وسالب 3، هنقول سالب 2 ضرب سالب 3 يساوي 6. إذن عندنا مجموع الجذرين سالب 5 وضرب الجذرين هما 6. طيب أوجد قيمة سالب ب على ألف. سالب ب نحن نعلم أنه هو معامل س، ومعامل س هنا عندنا 5، إذن سالب 5 على ألف هو معامل س تربيع، ومعامل س تربيع 1، إذن عندنا سالب ب على ألف بيساوي سالب 5 على 1، وسالب 5 على 1 بيساوي سالب 5. ما هي العلاقة بين جذري المعادلة؟ جمع جذري المعادلة سالب 2 زائد سالب 3. نلاحظ إنه سالب 2 زائد سالب 3 بيساوي سالب 5، وسالب ب على ألف طلع سالب 5. إذن لإيجاد مجموعة جذرين نستخدم القانون سالب ب على ألف. سالب ب على ألف بيساوي مجموع الجذرين. طيب أوجد قيمة جيم على ألف، وجيم نحن ذكرنا إنه هو الحد الخالي من المتغيرات، والحد الخالي من المتغيرات هنا عندنا 6، جيم بيساوي 6 على ألف بيساوي 1، إذن عندنا 6 على 1 بتساوي 6. ما هي العلاقة بين حاصل ضرب الجذرين وجيم على ألف؟ حاصل ضرب الجذرين بيساوي 6 وجيم على ألف بيساوي 6، إذن حاصل ضرب الجذرين بيساوي جيم على ألف. هذا قانون حاصل ضرب الجذرين بيساوي جيم على ألف، وسوف يضح ذلك أكثر عند أخذ بعض الأمثلة. مثال 1، جد مجموع وحاصل ضرب جذري المعادلة س تربيع زائد 4 س زائد 3 يساوي 0. لإيجاد حل هذه المعادلة، 1، مجموع جذرين، طبعا احنا عرفنا انه مجموع جذرين بيساوي سالب ب على ألف، أضع السالب، وب هو معامل س بيساوي 4 على ألف معامل س تربيع 1، إذن سالب 4 على 1 بيساوي سالب 4. حاصل ضرب الجذرين بيساوي قلنا في القانون ج على ألف، وج هو الحد الخالي من المتغيرات وهو 3، على ألف اللي هو معامل س تربيع 1 يساوي 3. إذن عندنا حاصل ضرب الجذرين يساوي 3. المثال الثاني، س تربيع ناقص 30 يساوي 6. السؤال نفس السؤال الأول، جد مجموع حاصل وضرب الجذرين. الاختلاف بين هذا وهذا، نجد أن المثال الأول موجود في الصورة العامة للمعادلة التربيعية، والمثال الثاني ليس في الصورة العامة للمعادلة التربيعية. كيف أعرف أنه موجود في الصورة العامة للمعادلة التربيعية؟ في الصورة العامة للمعادلة التربيعية بنلاحظ أن المتغيرات والحد المطلق بيكون على اليمين وبعدين الصفر على اليسار. نلاحظ في هذا المثال
على اليسار موجود الحظ المطلق، ما فيه الصفر، ما موضوعة في الصورة العامة للمعادلة التربيعية. لحل هذه المعادلة، أولاً وضعها في الصورة العامة اللي هي بتساوي س تربيع، باخذ س تربيع ناقص 3 س، والثلاث من الستة من اليسار، الستة هذه من اليسار بتروح اليمين، على متى بتتغير؟ من موجب إلى سالب، فبالتالي بتصير سالب ستة. سالب ستة يساوي صفر. الآن أقدر أأتي مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين. مجموع الجذرين بيساوي سالب ب على ألف، أضع علامة السالب، ب بتساوي سالب ثلاث على ألف واحد، يبقى عندنا سالب مع سالب بتحول لموجب، فبتصير ثلاث على واحد بتصير ثلاث. حاصل ضرب الجذرين اللي هو بيساوي جيم على ألف، جيم بتساوي ثلاث، ألف واحد، إذن ثلاث على واحد يساوي ثلاث. آخر مثال اللي هو مثال ثلاث، إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة 2 س تربيع ناقص 5 س زائد ج هو 6، فما قيمة ج؟ الآن هذا السؤال يختلف، مطلوب منا قيمة ج اللي هو الحد المطلق أو الحد الخالي من المتغيرات. فلحل هذا المثال نرجع مرة أخرى، إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة، وحاصل ضرب جذري المعادلة بيساوي إيه؟ بيساوي ج على ألف، فنحن بدل كلمة حاصل ضرب جذري المعادلة بنضع ج على ألف يساوي إيه؟ يساوي ستة. ج هي المجهول، هنضع ج على ألف هي معامل س تربيع يساوي 2 يساوي 6. لإيجاد ج نضرب ضرب عكسي، هنا نخلي واحد، ج في واحد بيساوي ج، واثنان في ستة يساوي 12، إذن ج بتساوي 12. وبهذا الدرس نكون خلصنا من تحقيق الهدف الأول. وإليك عزيز الطالب، بعد التدريبات لابد من حلها. التدريب الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطى. مجموع جذري المعادلة س تربيع ناقص 2 س زائد 7 يساوي 0. لديك بعض الخيارات: ألف سالب 2، ب 2، ج 7، د سالب 7. طبعا لحل هذه المعادلة اللي هو طلب منك مجموع جذري المعادلة تستخدم هذا القانون، والإجابة من بين هذه الخيارات. السؤال الثاني، تدريب 2، جد مجموع وحاصل ضرب جذري المعادلة 2 س تربيع زائد 4 س ناقص 6 يساوي 0. مطلوب منك إيجاد مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين. وبهذا نكون انتهينا من حصتنا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في الحصة القادمة لتحقيق الهدف الثاني، مع أمنياتي للجميع بالتوفيق والصحة والعافية.